تاع التسوق في المنطقة، فدلنا كمتنفس للجمعيات وكل منتجات ديالهم، وايضا متنفس للساكنة لان تيكون فيه فرق فولكلوريات، تيكون فيه مسرحيات. المعرض شكل مناسبة للجمعيات المحلية للتلاقي وتسويق المنتوجات، فرصة لقيت استحسانا من طرف الجمعيات بتام قروت. بالنسبه لهذا المعرض اليوم الاول ديالو الحمد لله كان اقبال كاين المبيعات، يلاه دابا خرج واحد سميتو واحد الزبون شرى شي شرى الحلوه، وان شاء الله غيكون الاقبال حيت كاين الاقبال العام اللي فات، والحمد لله حتى العام هذا راه كنطمح يكون اكثر. كنشكر هاد الناس اللي نظموا هذا المعرض والغرفه الصناعيه التقليديه، راه الاشاره ديالهم الوقت مخصم شي حاجه، وتنشكروا الناس اللي شاركوا معهم من قريب ومن بعيد، وتنشكروا تنظيم هذا المعرض. تسعى مدينة تام قروت من خلال هذا المعرض للحفاظ على عراقتها وتميزها، حدث فني يحتفي بالمرأة عبر تسويق منتوجاتها اليدوية الفريدة والمتميزة.